خمس عشرة يوما تقريبا انقضت من موسم التخفيضات الصيفية موسم اقترن بموسم الهجرة إلى الشواطئ وموسم الأفراح والمناسبات العائلية نفس المشهد يعيد نفسه من بداية موسم التخفيضات حتى اليوم تذمر المستهلك من الأسعار قابلها عدم رضا التاجر على نجاح هذا الموسم هذا سولد لي 3 ياخذ دفع قوي بالباهي والكل فانت الناس الكل تبدا هيك لي برومي جور تهبط تجري بالباهي والكل وبعدين بعد بريسكين سمنت واللي الامور تكاد تكون معناتها عاديه جدا صولد في تونس كما كل عام معناتها تلقى صولد 40 و60% ومن بعد تلقاها الاسوام ياسر مشيعه وما تلقاش لو فري سولد وكان عملوا سولد يعملوه في الـ في الدبش القديم اللي مش نتاع توا والله ما هوش بيان بيان مش كي العادة صولد العادة دي عامين التالي سولد خير من نسنا سنة العباد الأكثرية تلوج على سولد متاع حاجة عشرين 30 وحتى أقل <applause> بعد العيد ثم برشا عريس وبرشا مناسبات والكل فهمت اللي أوبليجي عنده مناسبة قبل العيد إذا أخذاء ما ينجمش ينتظر السولد والبقية معناتها بالسود والبلاش هبتوا هبطوا باش يقضيوا بين سير فهمت خاطر عند مناسبات والكل. عملت دوره قبل الصولد وتوا زدت عملت دوره لقى حكايه هي حكايه 2000 فرنك ماشي حاجه كبيره. دمنا اربع ولا خمس ايام خدمه عالميه خدمنا بالباهي فهمت وبعد صار شويه ركحت شويه في الصولد ماش ماشي والله الحركيه باش كما منو. ما مش هكا الحركيه اللي باهيه برشا متوسطه مش كالعاده. مش حاجه كبيره معناها مش حاجه كبيره برشا. لا لا مش كالعادة العرض أكثر من طلب العرض أكثر من الطلب كل شيء ولا موجود بارتو كل شيء متوفر كل شيء متوفر و اون بيش معناتها اون باراليل كل شيء متوفر وكل شيء غالي زاد وياسر بوتيكات تدخل لها تقول لها عندك شيء تقول لها عليه ما ثماش سولد تقول لك لا ما ثماش احنا ما نخدموش سولد ولا نخدموا 10% ولا على كيس كان اه ظهر له معناتها صاحب الحانوتي طيح مواقف التاجر والمستهلك عادت <applause> الى نفس الاسباب التي تذمر منها الجميع في اولى ايام السولد الصيفي والتي يمكن اختزالها في رداءة الاوضاع السياسيه التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي وبالتالي امتعاشة جيب المواطن ومقدرته الشرائية هذا وأكثر أثر على ثنائية العرض والطلب في السوق التونسية حركة سياسية زدرا أثرت على البلاد بالبهي بالبهي حركة سياسية هي عندها دخل كبير برشا في على التجارة وعلى القطاع بصفة عامة على الصناعة بصفة عامة وعلى على البلاد كاملة بي معناتها تزادت بالمرتاح ب 20 وب 30% بي دافيو. الشارج من هذيك الدي بلاسمون الوتله في تركيا أو ولا في فرنسا ولا في الصين تزيد وتزيد على التجار نظرا اللي الدينار التونسي طايح بالباهي دينار تونس طايح بالبي عنده تاثير على مستوى الصرف. ثورات هذا في كنا قبل قبل الثوره نخدموا لا علينا العباد الكل يخدموا. لونتري اللي... سكولير اللي... اوبليجي اللي... معناتها العائله باش تهبط تقضي الطبليه والكرتابله والكل هما تو باش تعاود تعمل حركه ولكن ماهيش باش معناها حركه نتاع 15 يوم ويرجع التاجر يعوق من جديد يرجع. انقاذ موسم التخفيضات الصيفيه. يبقى رهين انتعاشه الحركيه الاقتصاديه فيما تبقى من عمر هذا الموسم ولعل العوده المدرسيه الوشيكه تكون دافعا للمواطن حتى يتصالح مع اسواقنا التجاريه شريطه مراعاه ظروفه الماديه وسلوكه الاستهلاكي غير المتوقع